للمزيد مشاهدين عن كل هذه التفاصيل معي على الهاتف الدكتور محمد الشواطفي أستاذ الإدارة والاستثمار. مساء الخير دكتور، وبعد التحية، يعني تخصيص هذا الرقم 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي كما ذكرت 2023-2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، هذا الرقم كيف تراه وماذا يقول وما تأثيره اقتصاديا على المواطن؟ مساء الخير على حضرتك فندم مستمع المشاهدين، تحياتي لحضرتك. الحقيقه طبعا ملف الحمايه الاجتماعيه في الدوله المصريه بيشهد تطور كبير خلال العشر سنوات السابقه باعتباره استراتيجيه ثابته للدوله. ارتفاع قيمه الحمايه الاجتماعيه في الموازنه ده بيعكس قد ايه الدوله مهتمه بهذا الملف، وبيرتفع هذا الملف وفق مستويات المعيشه عشان مواجهة التضخم وعشان يرفع من مستويات المعيشة. النقطة الثانية الحقيقة ملف الحماية الاجتماعية ليس مركزا على جهة واحدة أو طبقة اجتماعية واحدة أو فئة واحدة، بل هذا الملف هو متسع وشامل، متسع بيشمل كافة الطبقات الاجتماعية الموجودة في داخل المجتمع، متوسطة ومحدودة الدخل وفقيرة، وفي نفس الوقت بيشمل كافة الفئات سواء المنتمين إلى الجهاز الإداري للدولة أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الوظائف الموجودة أو متوسط الدخل أو المعيل أو تكافل وكرامة وغير ذلك. الثالثة، الحماية الاجتماعية ماشية في الدولة المصرية وفق عدة أنواع، أحدها هو العينية، الحماية الاجتماعية العينية بإعطاء بعض السلع العينية إلى بعض الناس أو بعض الموجودين من أفراد الشعب باعتباره عيني، وده موجود في التموين، وده موجود في الخدمات المدنية، وده موجود في الطريقة التي تقدم بها الدولة سلع متنوعة إلى بعض الطبقات الاجتماعية أو بعض أفراد المجتمع. الجزئية الثانية الحقيقة كان ماديا أو شكليا، فهو أخذ في مثلا الإسكان أخذ شكل كبير جدا في تطوره خلال العشر سنوات الماضية، بدءا من المناطق العشوائية التي كانت موجودة بها الدولة والتي كانت تعد أحد أمراض الدولة المصرية، استطاعت الدولة المصرية أن تتعامل مع هذا الملف معاملة دقيقة بتشريح دقيق للمجتمع، واستطاعت أن تعيد هذا البناء وتسلم هذه الأماكن أو هذه الإسكان إلى أفراد الشعب، وبالتالي قضت على مهم أو قضت على مشكلة كانت موجودة داخل الدولة المصرية أكثر من 50 سنة. النقطة الثانية الحقيقة، وهو أنا هبدأ من عند من الناس اللي هم موجودين، النقطة الثانية هو القرية والفلاح المصري. القرية المصرية أيضا أخذت وزعة كبيرة جدا من الحماية الاجتماعية بمشروع حياة كريمة أو مشروع التكافل وكرامة أو المشروعات المتعددة. الحاجة الثالثة الحقيقة، الموظفين المنتمين لجهاز الإدارة للدولة باعتبار أن حصل في خلال الخمس سنوات السابقة ارتفاعات في الأمور والمرتبات بنسب مختلفة، وبما يعكس الطبقات الاجتماعية الموجودة داخل الدولة المصرية. الحاجة برضو الأخيرة وهو الحماية الاجتماعية في مجال الإسكان، في مجال الصحة، الدولة تقدم برضو خدمات صحية إلى كل أبناء الشعب في كافة مناطقه ومن خلال مستشفياتها المنتشرة على أرض الدولة. هذا يؤكد بالجانب إلى رغيف الخبز، النهاردة ما زالت الدولة المصرية تقدم رغيف خبز بخمس قروش مصرية ل77 مليون مواطن على أرض الدولة المصرية. هنا بيقول لي إيه؟ يقول لي إن هو ارتفعت الحماية الاجتماعية في داخل الدولة المصرية من 2014 إلى 2024 أكثر من 5 مرات. هذا الناحية الأخيرة أو ناحية مهمة كمان، إن كمان هذه الحماية الاجتماعية كانت موجودة على في كل الجوانب، ولا سيما اللي هم العمالة غير المنتظمة والحدود الدنيا للأجور. العمالة غير المنتظمة كان لها نصيب كبير جدا في الدولة المصرية، وبخاصة في أثناء الأزمات، لأن الدولة المصرية صرفت أموالا شهرية لهؤلاء الناس حتى يستطيعوا أن يواجهوا الحياة. نعم، يعني فضلا عن ذلك لو حضرتك عايز تكمل نقطة معينة. فضلا عن ذلك كمان، اللي هو الحد الأدنى للأجور والمرتبات، حد الأدنى للأجور والمرتبات ارتفع من 2016 إلى 2024 من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه بما يعكس 5 أمثال اللي كان موجود. كل ده بيقول لنا أن الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة
في ضوء امكانات الدوله ومواردها، لان ايضا لازم نحط في اعتبارنا ان الدوله المصريه هي دوله تعاني من الشح الاموال وتدفقات الاموال الداخله، وفي نفس الوقت تتعرض الى ازمه من خلال الدولار والازمات العالميه التي فرضت على الدوله المصريه قيودا وتضخما، وكذلك ايضا ارتفاع في او انخفاض في قيمه العمله. من هنا كان لازم الدوله المصريه تواجه هذا الامر بكل اريحيه وبكل دقه في ارتفاع هذا رفع مستويات الدخول، حتى يستطيع المواطن ان يحصل على مستوى معيشه جيد، وفي نفس الوقت كمان منع من سقوط مستويات الفقر في داخل الدوله المصريه. في نقطة مهمة أستأذنك توضح لنا برضو، وهي نستقرأ الأرقام الخاصة بالزيادات، سواء زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وحتى برنامج تكافل وكرامة، أو حتى الأجور اللي زادت بقيمة 180 مليار جنيه. عندنا تكافل وكرامة أكتر من 12 مليار جنيه في 2014 و2015، زادت أكتر من 35 مليار جنيه. يعني هذه الأرقام دلالتها وتأثيرها بشكل فردي على المواطن. الحقيقة تكافل وكرامة ده برنامج بيشمل حوالي 2.5-3 مليون أسرة في داخل المجتمع المصري. بتخصص له الدولة راتب شهري، بياخده هذا الراتب بيتصرف فيه حسب هذا الراتب الشهري ده، أو الإعانة الشهرية دي ارتفعت من 2016 إلى النهاردة أكتر من 4 مرات. ده معناه، وكذلك كرامة، تكافل وكرامة كبرنامجين يعد من أفضل البرامج التنموية اللي موجودة في الدول العالم اللي هي بتواجه او بتحاول تصل الى الفقير اينما وجد، وده بتقوم به وزاره التضامن الاجتماعي. النقطه الثانيه الاجور الحيه. الاجور الحيه الدوله المصريه كان هناك مشكله متعلقه بالتضخم في بالنسبه للاجور، وعليه فان الدوله المصريه استطاعت انها ترفع هذه الاجور خلال السنوات الاربع الماضيه حوالي 4 زيادات فخامه رئيس الجمهوريه كان كل مره بيرفع منهم. الاخيره بقى أخذت في اعتبارها عدة حاجات. أولا الفروق ما بين الطبقات أو ما بين الدرجات المالية المختلفة، فهنا الدولة المصرية استطاعت أنها تحط في كل درجة لها نسبة زيادة تتناسب مع الدرجة، وفي نفس الوقت تحافظ على الفروق ما بين الدرجات المالية، لأن كان أحيانا بيتم رفع الأجور بنسبة فما بيحافظش على الدرجات المالية. المرة دي الحقيقة أخذت في اعتبارها الفروق ما بين درجات المالية. النقطة الثانية رفع بدايات الحد الأدنى لكل درجة معينة بنسب معينة ونسب متفاوتة، مما يؤكد أن على الأقل النهاردة في كل موظف بيصل تقريبا في حدود 1000 جنيه إلى 800 جنيه متوسط العام بين الدرجات المختلفة. واحد هيقول لي هو المبلغ ده هيبقى كافي؟ هرد وأقول أن هو طب هو هناك موارد جديدة استطاعت الدولة تحصل عليها في هذا، لكن ده استطاعت توفر من خلال الموازنة اللي هي موجودة منها. معنى ذلك ان استطاعت الدولة النهاردة في ضوء القيود المفروضة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري انها توفر بعض الاموال اللازمة او التي يمكن ان تقدم الى المواطنين، كل حسب درجته وكل حسب نوعيته وكل حسب مكانه، بما يتناسب مع الظرف الطارئ والازمة الطارئة، لان هذه ازمة يواجهها العالم كله، ومصر تتعامل معها بما يتوافر إليها حتى يمكن أن تبيح أو تتيح فرصة للمواطنين أن يواجهوا ارتفاعات الأسعار المضطربة. نعم. ده من ناحية. من ناحية تانية كمان الدولة بتحاول تواجه الأسعار من خلال الضبط ومن خلال الإجراءات المختلفة ومن خلال المعارض الموجودة. كل دي عوامل بنسميها عوامل متكاملة واستراتيجيات متكاملة عشان تحاول قدر الإمكان تضبط الأسعار، لكن يبقى دائما الشعب هو الراصد الأساسي وهو الحاكم الأساسي بتصرفاته في ضبط الأسعار في السوق. نعم، يعني شكرا للتوضيح يا دكتور، وشكرا على وجودك معنا. كان معنا الدكتور محمد الشواطفي، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.